لكن خلينا في البداية نستعرض الخبر الأول ونشوف هل فعلا المشروعات اللي بيفتتحها السيسي حقيقية ولا فنكوش. نشوف خبر اليوم السابع عن صناعة الأساس في دمياط. رئيس صناعة البرلمان السيسي أعاد صناعة الأساس بدمياط للحياة بعد موتها إكلينيكيا. خلينا نقرأ متن الخبر ونشوف حقيقة الواقع اللي بنعيشه النهاردة في مصر وتحديدا في دمياط. أشار أو أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالمشروعات القومية الكبرى التي افتتحها السيسي بمحافظة دمياط، مؤكدا أن التاريخ سيذكر أن السيسي أعاد صناعة الأساس للحياة بدمياط بعد أن ماتت إكلينيكيا، وذلك بعد افتتاحه لأكبر مدينة للأساس على مستوى العالم كله. وإلى ما لا نهاية من حديث السيسي وإعلامه أن هناك طفرة وأن هناك تقدم وأن هناك مشاريع اقتصادية عملاقة داخل مصر. اللي سمعناه ده كلام واحد في برلمان السيسي اعتقد انه بيطبل، وهو بيطبل بالفعل بس تطبيل من الدرجة الاولى. هتسألني بتقول كده ليه؟ هفكرك انا بحاجة كده، خبر قديم شوية وتحديدا عام 2018 من موقع بتاع الحكومة، موقع البوابة نيوز. بيقول ايه؟ ما تيجي نشوف كده مع بعض. خبر بيقول بعد ارتفاع الاسعار تكليف القوات المسلحة المصرية بإدارة ملف الأخشاب بدمياط. ده كلام جريدة البوابة نيوز، إنه الجيش الحمد لله سيطر على صناعة الأخشاب بعد ارتفاع أسعارها في مصر. يعني الحمد لله الحمد لله الجيش سايب الحدود وبقى بيبزنس، وهو طبعا رقم واحد بزنسة في مصر. طيب عمل إيه هو؟ وده الرد على محمد فرج عامر، اهو يا عم الجيش مسيطر والمفروض بقى نشوف وصلنا لفين. بس خلينا قبل ما نشوف وصلنا لفين نسمع مقطع فيديو للسيسي اثناء افتتاح المشروع اللي بيقولوا عنه المشروع الاول في العالم. واحنا معاكم لو عايزين قولوا لي. ممكن طلب من سيادتك؟ عايزين بقى شغل، ان احنا في الحاله في الوقت الراهن ما عندناش شغل. وعايزين مستلزمات الانتاج بقى والخدمات والحاجات دي. حقيقة مفيش احلى من كده. ده اقل رد على الجيش اللي مسيطر على سوق الخشب في مصر وتحديدا في دمياط. الرسالة واضحة، لا في شغل وانهيار كامل لسوق الاساس في دمياط. حتى الكلام من بق واحدة من المسؤولين اهو على المشروع. مدينة الاساس اللي افتتحها السيسي، يا محمد يا فرج، السيسي أنقذ صناعة الأساس من الموت والجيش حامل بيزنس دلوقتي. سؤالي فين الصناعة ولا التجارة؟ ولا الأصل إن الجيش يشوف شغله الحقيقي ويحمي البلد؟